في طبعا اهم المفاجآت بتاعت النهارده في فنلندا تقيد ان كان خلاص امبارح وكان وكل الناس قالت ان معتصم سالم موقع للنادي الاهلي، انما مجلس اداره الاسماعيلي عملوا جلسه طارئه النهارده الظهريه او الصبحيه، والجلسه ديت 5 قالوا لا ما يمشيش و3 قالوا نبيعه. فطبعا برأي الاغلبيه ما تمش الاتفاق وقعد معتصم سالم في الاسماعيلي. وحماد نائب رئيس النادي اللي هو حماد موسى قال انا مسؤول ان انا اجيب ال 4 مليون ونص جنيه اللي كان الاهلي هيدفعهم، وهدفعهم انا يعني عشان نحل المشكله ديت. في نفس الوقت في الاسماعيليه كان في مظاهره ظهريه راحت قدام مبنى المحافظه بتطالب المحافظ بانهم يعني يشوف له حل مع مجلس الاداره او يقيل مجلس الاداره. طبعا انا بقول له وما حد من الاخوه من الاسماعيليه اتصلوا بيا، فانا قلت له طب ايه الحكايه؟ قال لي المحافظ يشيل مجلس. قلت له يشيله ازاي؟ ما يعني هي يعني ما هو في سلطه انما ما فيش، لان دول جايين بقرار جمعيه عموميه، يعني ده جمعيه عموميه لانتخاباتهم، يشيلهم ليه؟ عملوا ايه؟ بصرف النظر عن رايي انا على الخلافات، هم بيقولوا الخلافات وما فيش قرارات والنادي في كذا وفي كذا وان هم اهدروا 70 مش عارف مليون، كلام كتير بيتقال. فانا في رايي قلت له طب قلت له الوحيدين اللي يقدروا يشيلوا مجلس الاداره واي مجلس اداره في اي حته الناس، الوحيدين اللي يقدروا يجيبوا اي حد ويشيلوا اي حد الشعب. طب وانتوا فين يا اهل الاسماعيليه؟ قال لي احنا جمعيه عموميه اصلا اكترها ما اعرفش تبع ايه وتبع مين. قلت له الله، طب وليه اهل الاسماعيليه كلهم ما بيبقوش في الجمعيه العموميه النادي الاسماعيلي؟ قال لي احنا اصل في 800 واحد وما بيدفعوش الاشتراكات. قلت له الاشتراك قد ايه؟ 35 جنيه في السنه. طب انا يعني انا اخواننا في الاسماعيليه هيجننوني والله، يعني 35 جنيه دي ثمن يعني ايه؟ لو واحد قاعدين على قهوه ممكن تروح تطير في يوم زي يوم الخميس كده على القهوه في يوم في سهره. 35 جنيه يعني انت بتكلمه ما تدفع، طب ما ندفع 35 جنيه ونشترك كلنا، تبقى بدل النادي الاسماعيلي يبقى اعضائه جمعيه عموميه 5000 يبقوا 30000 و40000 و50000 وتخشوا، والجمعيه العموميه بعد كده اللي تختار اللي عايزاه. مش دي يعني انتوا عايزين تبقوا سلبيين في حاجات كتيره، وعايز النهارده حد يصلح لك؟ ما حدش هيصلح لك. انت عايز تصلح النادي يبقى تصلح من خلال الجمعيه العموميه، الجمعيه خش الجمعيه العموميه، ما حدش هيقدر يمنعك انك تخش الجمعيه العموميه. انضموا للنادي الاسماعيلي، محدش هيقدر يمنع اي حد، ولا في رسوم كبيره ولا في رسم انشاء ولا في 70000 ولا 80000، اذا كان الرسم اللي بتدفعه عضويه في السنه 35 جنيه ومش عايزين يدفعوه، وده كلام. يعني انا عايز اقول على فكره اي مشكله في الدنيا لها حل لو احنا فكرنا نحل، انما نطلع ونهتف ونشيل ده كلام يعني انا شايفه مش يعني مش مظبوط، والمحافظ مش هيحل لكم ايه؟ هتشيل ده يعني ما هيرجعوا قرار محكمة تاني. الاهلي قفل القايمه بتاعته 25، وزي ما قلت تعاقد مع غدار اللي هو مكان مصطفى كريم اللي كان هيجيب مصطفى كريم، وكده الاهلي يبقى عمل جاب سته في الصفقات اللي هي محمود ابو السعود وعبد اللي هو حارس المنصوره، حميد شبانه محله، ومحمد شوقي وحسام غالي ونادي جده، وكده النادي الاهلي اتقفلت القايمه بتاعته. وكده جلبرتو، لان الاهلي بقى عنده 3 اجانب لما جاب غدار، جلبرتو مشي من الاهلي بدون فلوس. عايز اقول بقى هنا ملاحظه برضه، يعني انا يعني انا برضو ان يعني يا جماعه لازم يبقى فيه خبره ولازم يبقى فيه يعني نوع من انواع ان احنا نبقى عارفين ايه اللي بيحصل. يعني انت ازاي النهارده انت ناوي تجيب حد؟ طب ما تسوق الراجل ده ازاي؟ ان الراجل ده بعد ما عندك ولاعيب مش قليل للبرتو، ازاي يمشي كده يعني مصطفى شبيطه خد اعاره لوادي دجله لمده سنه وهيكمل عقده في الاهلي بعد السنه، ومعاذ الحناوي المدافع الفريق راح لنادي المقصه، ومعاذ الحناوي دي على فكره مدافع كويس، ما اعرفش يعني انما هي وجهات نظر.